صباح الخير عليكم، صباح الرباح والتيسير. كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا على خير، ونتمنى تكونوا دائما بصحه جيده. عمدره خلات عندكم شي عواشر ولا مازال؟ ايوا اش غادي نقول لكم، ربي يعويكم والله معكم. انا كنعرف بانه هاد الحويجات تاع العواشر باش كنوجدوا لرمضان ماشي سهله، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه وبطوله العمر وبرزق يا ربي يا ربي. شكرا لكم، وشكرا على الوفاء ديالكم ليا، وشكرا على الدعم ديالكم، وشكرا على الكلام الزوين اللي كتقولوا دائما في حقي، وشكرا حتى للمتتبعات اللي عاد اكتشفوا القناه ودخلوا انخرطوا في القناه. تنقول لهم مرحبا بكم. باش ما نطولش عليكم بزاف، كيف ما قلت لكم المره الفايته، هو ان هذا الاسبوع غادي يكون اسبوع ديال التحضيرات تاع رمضان كسلو معسلات. شفتوا الحلقه اللي فاتت كان فيها سلو على الطريقه ديال الوالده ديالي الله يخليها ليا، واليوم الحلقه تاع اليوم غادي تكون حلقه تاع الشباكيه، حتى هي على الطريقه ماشي ديال الوالده، الطريقه ديال خالتي اللي كبرت معاها في هذه المسائل، وكنعقل راسي ملي كنت صغيره وانا كنشبك معاها وكنشوف. المهم انا داكشي بسيط، كنظن باللي هالطريقه كيديروها كاع الناس، وحتى انا قلت نشارك معكم طريقتي وصافي. ما نطولش عليكم، مشيو نشوفوا. هنا عندي كيلو ديال الطحين، ساشي ديال الخميره ديال الحلوه، عندي كاس ديال اللوز، بعبر كاس ديال العنبه، كنصهدو غير واحد شويه وكنطحنو حتى كيولي بخاليني. هاد الطريقه كنديروها باش ما ديرش لنا العجينه ديالنا ما تقطعش. نفس الشيء كنديرو في الزنجلان، كاس ديال الزنجلان كنصهدو شويه حتى هو كنطحنو حتى كيولي عندي عجينه بحال بخاليني. عندي كاس لاروب ديال الزبده بوغ نوازيت، كنديرها في كاسرونه حتى كتغلي مزيان وكتفرز داك الحليب ديالها كيولي اللون ديالها بني، وكاس ديال الزيت بخلطه ما بين زيت بلديه وزيت عاديه، ربع كاس ديال الخل، كاس ديال الماء زهر كنرقدو فيه شويه ديال الزعفران شعره، وكاس ديال الماء باش نجمع العجينه ديالي. اللي ما بغاش يدير داك الكاس يعوض بالزهر. عندي معلقه ديال القرفه، جوج معالق النافع، معلقه حبه حلاوه، وصفر بيضه، وشويه ديال مسكه حره مدقوقه مع شويه ديال الملحه. كناخذ قصريه ديالي كندير فيها جميع المكونات، الزيت، كاس لاروب ديال الزبده، الخل، كاس ديال الماء زهر اللي فيه الزعفران شعره، ديك شويه المسكه حره مدقوقه مع شويه الملحه، معلقه كبيره ديال القرفه، جوج معالق كبار ديال النافع، معلقه كبيره ديال حبه حلاوه، عندي فص بيضه، عندي الزنجلان واللوز اللي طحنت. هالطريقه هذه كنديروها كيف ما قلت لكم باش ما تقطعش لينا العجينه ديالنا، وفي نفس الوقت كتعطي واحد اللذه رائعه للشباكيه. كنخلطوا جميع هاد المكونات. اللي بغى يدير هالطريقه من الاول اللي يخلط هاد السوائل كلها وعاد يزيد الطحين مرحبا، اللي ما بغاش فضل انه يدير الطحين وعاد يزيد عليه هاد المكونات حتى هي مزيانه. المهم انا كنفضل هالطريقه هادي. كنخلط كل شيء مزيان، كنخلط حتى كنحس بالعناصر ديالي كلها اندمجت، كنزيد على داك الساشي ديال الخميره الحلوه، كنخلطها حتى هي مزيان، ومن بعد غادي نبدا نضيف داك الدقيق ديالي شويه بشويه حتى كتجمع ليا العجينه. الا ما تجمعاتش وخصها الماء كنزيد داك الكاس ديال الماء. كيف قلت لكم اللي ما بغاش يدير الماء يعوضوا بالزهر. صافي ملي كنجمعوا العجينه ديالنا كنحاولوا ندلكوها واحد شويه، العجينه ما تكونش مرخوفه بزاف، وما تكونش عاوتاني قاصحه كالحجر الحجر، ما بين وبين كندلكوها واحد شويه، كنخليوها شويه واقفه شاده في راسها باش تعاوننا في التشباك. صافي دابا منين دلكتها غادي نقسمها كويرات، غنجمع دوك الكويرات ديالي نقادهم، ومن بعد غادي نبدا ناخذ كره بكره. غنشد كره غادي نسرحها، غادي نخدم بحال غادي نخدم لاباط فوتي.
انا بغيت نقول لكم واحد القضيه، ان هذه الطريقه هذه كنت كنشوف خالتي كديرها وانا ما كنتش كنعرف علاش كدير هذا الشيء. من بعد منين كبرت وليت ندخل مع ماما الكوزينه ونطيب وهذا، عاد ولا عندي حب استطلاع، عاد عرفت علاش. مي كنسرحها كندير وحده على وحده وكنرجع عاوتاني نسرحها. وكنجيب جنب الوسط وكنجيب جنب الاخر حتى هو الوسط وكنعاود نجمعها بحال شكل بزيطيم. كي قلت لكم هاد الطريقه هادي باش كتجي كتجينا العجينه الشبكيه ديالنا كتجينا مخوخه من الداخل وكتجي مجعبه وشاربه العسل. من بعد كنجمع دوك الكويرات ديالي اللي انا درتهم بحال شكل بزيطيم، كنجمعهم فيلم اليمونتير باش ما ينشفوش لينا، ومن بعد كنخليهم يرتاحوا واحد شويه ونبدا نخدم وحده بوحده. واحد الطريقه بغيت نقولها لكم، داك البزيطيم اللي انا صوبت معاكم كنسرحوا اي واحد شويه وكنقسموا شرائط بحال هاد الشكيل هذا، شرائط تيكونوا رقاق شويه وكنبدا نسرح شريط بشريط. هاد العمليه كتجيني زوينه وما كنضيعش فيها العجينه، يعني كنحاول نقاد غير دوك الجنيبات كيكونوا غير بحال شي سوينته صغيوره وصافي وصافي، وكنبدا نطبع ونشبك، ما كتضيعش ليا العجينه بزاف هاد الطريقه هذه. نعود ناكد على المساله اللي قلت لكم قبيله على قضيه لاباط فويتي. هذيك الطريقه كي قلت لكم راها كتجي زوينه وكتجي الشباكيه كتجي دايره منفوخه ومهويه من الداخل وكتجي زوينه. كنسرح هذاك العجينه ديالي كنسرحها مزيان، ها نتوما شوفوا يدي كيفاش كتبان، كنسرحها رقيقه. من بعد كنبدا ندير الشرائط ديالي، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة، كناخد الأولى فوق الثالثة، كنهز هذوك الجوج كنحطهم فوق الأخرى، كيوليو عندي جوج طايحين لتحت وثلاثة الفوق. كنقرص هذوك الجنيبات دوك الجوينحات كنقرصهم مزيان وكندفعهم صافي، كتولي عندي وريضه وما فيها باس. نقاد بيدي هذيك الوريضه ديالي نعاونها صافي وندفعها نجمعها، ما نخليهاش محلوله لان مازال ملي غادي نديروها الثقله غادي تنفخ. نعود معكم وحده اخرى، كناخذوا الاولى كنحطوها فوق الثانيه فوق الثالثه عفوا، والثانيه كنهبطوها كنهزوا دوك الجوج نحطوهم فوق الاخرى، كنقرصوا دوك الجوينحات وكندفعوا لداخل. هذه اسهل تشبيكه، كتجي وريضه زوينه. واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسة. نعود وحيدة أخرى، كناخدو الأولى كنحطوها فوق الثالثة كنطيحو الثانية، كناخدو دوك الجوج كنحطوهم فوق الخامسة والرابعة كنطيحوها، كنقرصو دوك الجوينحات وندخلوهم داخل وكتولي عندنا وريضة ما فيها باس. نقادو بيدينا ونجمعو الوريضة ديالنا، نجمعوها لان مازال غادي تنفخ لينا في الزيت. صافي انا دابا كملت الشباك ديالي الحمد لله. المهم داك الكيلو خرج لي هاد الكميه هادي، ودابا بدات الزيت يسخن، العسل ديالي ها هو عمرنا العسل ما كنسخنو كيكون بارد ملي كنبغيو نعسلو. هنا العسل ديالي درت فيه قالب ديال السكر مع اطرو ديال الماء مع حامضه طرونش وواحد العود ديال القرفه صافي، وكنخليه حتى كيطيب كيجي زوين، وخصو ضروري يبات باش يشد فراسو ضروري، ما كاين ما احسن من الحاجه ديال الدار. وراني منين طاب راني زدت عليه واحد نص حك ديال العسل الزمزمي. صافي دابا غادي نبداو نقليو.
بالنسبه للزيت ما تكونش شاعله في هذيك العافيه بحال شي واحد باغي يقلي الفريت ولا شي حاجه. فاش كنبداو نحطو الشباكيه ديالنا غير كنبداو نحطوها كنجهدو على البوطه واحد شويه، غير كنحسو بديك الشباكيه ديالنا تهزات الفوق ديال الزيت نقصوا العافيه باش ما تلهبش لينا وتحمر دغيا وتبقى خضراء من الداخل. ملي كنقصوا العافيه ما تكونش عاوتاني مهيله كي الشعره، تكون متوسطه. انتما كيف ما كتشوفوا راه كتبان لكم الشباكيه راه كتطلع صافي. ومني كنحطوها في الزيت ما كنقلبوهاش داك الساعه، كنخليوها حتى كتشد في راسها بحال هكا تشد في راسها، عاد كنبداو نقلبوا فيها شويه بشويه حتى كتاخذ لينا داك اللوين من كل جهه. وكنأكد على العافيه ما تكونش مجهده وما تكونش مهيله، تكون العافيه متوسطه حتى يطيبوا لنا على خاطرهم. وحاجه اخرى بالنسبه للعسل، كيف ما قلت لكم ملي نطاب راني زدت عليه نص حك ديال العسل الزمزمي، وزدت عليه واحد قريسه ديال الملحه، وزدت عليه واحد ثلاثه الحبات ديال المسكه حره مدقوقين. ملي كتقلى الشباكيه كنستقطرها مزيان من الزيت صافي، وكنحطها في الطنجره باش تعسلها. نتوما كيف ما كتشوفوا اون فوا كنبداو نهزوا الشباكيه ديالنا كنقصوا العافيه، اولا باش ما تغلبش علينا كاع حنا نطفيوها ونتهناو تنبغيو نديروا القليه الثانيه. صافي كنحطوا الشباكيه تعسل، كنكبوا عليها العسل من الفوق مره مره كنقلبوها، نبقاو نقلبوا واش قلبوا باش شربنا ديك العسيله كلها. ومن بعد كنهزوها كنستقطروها مزيان، وما يمكنش نقولوا الشباكيه وما نقولوش الزنجلان، ضروري ما كندردرو عليها شويه ديال الزنجلان، ما بين قليه وقليه كندير شويه ديال الزنجلان. وصافي وانا كملت وما نقولش لكم بسلام، تخيركم جات زوينه وبنينه. واخيرا سليت، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله. بعد معاناه الحمد لله سليت كملت على خير، ولكن والله بغيت نقول واحد الحاجه في حق الناس اللي كيصوبوا الشباكيه، لا الناس اللي في الزنقه ولا الناس الحلويات اللي كيخدموا الشباكيه في ديورهم، بغيت نقول لهم شابو لكم وتبارك الله عليكم، لان بصح الشباكيه فيها تماره وراه فلوسكم حلال، والله العظيم اللي يستاهلوا فلوسهم حلال. لان واخا كيقول لك ما كاين ما احسن شباكيه الدار، ولكن صراحه فيها تماره، والله فيها تماره والحمد لله. المهم بعد معاناه النتيجه طلعت زوينه اللهم لك الحمد. انا عزيزه لي شباكيه تكون صغيره، انا كنصغرها جات زوينه ومعسله وشاربه العسل، وكيف كنقولوا كتجي مخوخه من الداخل. هي صراحه انا ما كان زعما ما عنديش بزاف مع الشباكيه، ولكن ضروري خصني الشباكيه تكون حاضره في الطبله هي وسلو والبريوات تاع اللوز. كنبغي نديرها صغيوره، كنقول باش الا خديت هي وحده صغيوره الله يجعل البركه، باش كتحس بداك رمضان وبالمسائل بالاصاله ديالنا المغربيه. انا نورمالمون ما كنصوب الشباكيه في الدار بوحديتي، ملي كنبغي نصوبها كنمشي عند ماما وكنتجمعوا الضحك وخالتي وهذا، ولكن بما ان هذا الكونفينمون مضطره نصوبها بوحدي، والحمد لله ربي ما غيبنيش، الامور مشات مزيانه ومشيت على الطريقه تاع خالتي اللهم لك الحمد. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه، هذه راه زوينه وكتجي بنينه ومعلكه، عتي كتكونوا كتنضغوا بحال كتنضغوا معلكه بحال كتنضغوا شي مسكه معلكه وزوينه وفي نفس الوقت ما عرفتش كيفاش نقربلها مقرمشه معلكه، المهم كاع داكشي كامل. المهم كنتمنى ما كنتش طولت عليكم وتعجبكم هذه الحلقه هذه، والحلقه الجايه ان شاء الله اللي غادي يكونوا فيها المريوات تاع اللوز ما تمشي فين. السلام عليكم.